السلام عليكم مرحبا بكم متابعين قناة فاتح علاوي عدنا معكم في حلقة جديدة خاوتي اليوم راح نشرح كيفية إنشاء حساب في تطبيق بايسيرا موبيل أو خلينا نقوله بالدرجة تاعنا كيفاش ننشئ حساب في بايسيرا باش نطلب بطاقة فيزا بايسيرا كما راكم تعرفوا باللي في الجزائر ما عندنا حتى كارد فيزا في البنوك الجزائرية أفضل من هذه البطاقة الناس كامل تحوس تطلب بطاقة فيزا بايسيرا أو ما تعرفش كيف خاوتي تبعوني في هذا الفيديو راح نشرح لكم اليوم كيفية إنشاء حساب في بايسيرا وفي الفيديو القادم إن شاء الله راح نشرح لكم كيفية طلب بطاقة بايسيرا وتلحكم داركم عبر تطبيق بريدي عفوا عبر تطبيق خدمات مالية إلكترونية اللي ما يعرفش كيفاش إنشاء حساب في خدمات ماليه الكترونيه راح نطلق نذكركم رابط الفيديو في وصف الفيديو شرحت فيه كيفيه انشاء حساب في خدمات ماليه الكترونيه لذا خاوتي تابعوا معايا راح نشرح كيفيه انشاء حساب في بنك بايسيرا عبر التطبيق ومن الهاتف مالا خاوتي اشتركوا في القناه وفعلوا جرس الاشعارات وراح نكملوا الفيديو خاوتي كيما راكم تشوفوا بعد ما تقوموا بتثبيت تطبيق بايسيرا في التليفون الخاص بكم من متجر جوجل بلاي كي تستالي بعد ما تستالي تطبيق في التليفون الخاص بكم بعدها تدخلوا تطبيق بايسيرا يخرج لكم بهذه الواجهه راح تضغط على كرييت اكونت خلاص انت ما عندكش حساب في بنك بايسيرا راح تضغط كرييت اكونت وراح يضمون لي رقم الهاتف ورقم الهاتف يكون رقم هاتف خاص بك يكون رقم هاتف حقيقي وليس وهمي راح ندير رقم الهاتف وكلمة المرور ونضغط كرييت اكاونت ونضغط على موافقة سياسة خصوصية في هذا التطبيق ونرجع لكم ثلاثة ألف وتسعمية ثلاثة ستين أو ألف وتسعمية ثلاثة وتسعين. ثلاثة ألف كما قلت لكم خاوتي بعد ما ديروا كود بين مكون من خمس ارقام في هذا التطبيق يعني الحمايه التطبيق خاص بك ويزيد هنا يطلب منك دير البصمه تحمية التطبيق هذا يعني كي تجي تدخل التطبيق يطلب منك بصمه الهاتف تحوس ديرها تضغط على الخانه هذه تحوس ما ديرهاش تضغط على الخانه هذه حنا دروك ما نديروهاش حتى الخطره الجايه ونديروها ان شاء الله حنا نضغطوا هنا ناو هكذايا هنا ايه يقول لك فيري في نضغطوا له على فيري في. كما كنت تشوفوا خاوتي هنا رانا فتحنا اه حساب في بنك بايسيرا عبر تطبيق بايسيرا بنجاح وش يخص هنايا هنا يا. اه فيري في كونفيرمي يعني رقم الهاتف راه فيري في صحيح هنا راه يقول لك آه الايميل راح نزيدو فيريفيو الايميل الخاص بنا نضغطو على الايميل ناكدوا الايميل ونزيدو نكملو الخطوات اللي بقات ونرجع لكم كما قلت لكم خاوتي هنا في الايميل راني درت الايميل تاعي ولحقني في البريد الالكتروني ودرت الرمز اللي لحق في البريد الالكتروني وكما راكم تشوفوا الخانه يعني تم اثبات ملكيه آه البريد الالكتروني خاوتي على برك فقط كيما هنا البريد الالكتروني تاعك احفظه مليح يعني مش دير بريد الكتروني وخلاص وتنساه هذا هو الايميل ومن بعد تشحن به رصيد بايسيرا الخاص بك يعني كي تجي تشحن من آه من, آه من عند اي واحد رصيد بايسيرا راح يقول لك اعطيني ايميل بايسيرا الخاص بك باش يشحن لك يعني احفظ الايميل هذا وتبقى لك الخانة الثالثة الخانة الثالثة هذا استبيان لازم تعمرو ودوك لك نوري لكم الخطوات كيفاش تعمرو راح نضغط عليه هكذا يا نستناو هاي كونيكسيون شوية خاوتي كيما تعرفو رانا في الزاير خاوتي هنا في المرحلة الاولى راح تختار هذه الاعدادات هذه تعلم عليها انت راح تلقاها فارغه تعلم على هذه كما راكم تشوفوه في الشاشه بعدها آه الخانه الثانيه انت عمر آه ألف اورو ما تعمرش بزاف خاوتي باش ما يبلوكيكمش الحساب نهار اخر انت اختار العمله اورو عندك لا تغلط وتعمر آه الدولار احنا آه في الجزائر العمله المحليه هي الاورو عمر آه هذه ألف اورو ما تفوتش هكذايا ألف اورو وهذه آه المرحله هذه خليها كيما راهي نو no. وهذه المرحلة الثانية خليها ناو في هذه المرحلة الأخرى فقط خاوتي خيروا الخانة هذه انت راح تلقاها كيما كيما راكم تشوفها في الشاشة تا خير هذه الخانة اللي فوقها هكذا يا. وبعدها اضغط هذه الخانة ايضا هكذايا يا ومن بعد اضغط هذه الخانة وصايرة كملت الاستبيان هذه الاعدادات الصحيحة هذه آه الاستبيان كيما راكم تشوفوا قالكم صاي خاوتي راي خرجت لنا بالعلامة الزرقاء تبقى لنا هذه الخانه الاخيره هي اثبات آه الهويه الخاصه بك فهمتوا خاوتي راح تضغطوا هكذا هكذايا بعدها راح يطلب منك اثبات الهويه بالباسبور او آه بال آه بالكارت لاسيونال خاصه بك لازم تكون بيومتريه باسبور بيومتري ولا بطاقه تعريف بيومتريه راه فقط تصورها من قدام ومالور خطاش لازم تكون هو يخرج لك كاميرا كي تضغط دركا هنايا على هذه كارطة بيومترية أو باسبور بيومتري راه يخرج لك كاميرا يقول لك صورها من الفوق من القدام ومن اللور هكذا يا خاوتي وتكملت وكملت تفعيل الحساب الخاص بك وتمت إثبات ملكية في الحساب بايسيرا الخاص بك وتبقى لك فقط طلب بطاقة فيزا بايسيرا عبر هذا الحساب تطبيق باي سيرا راح نديروه في الفيديو القادم إن شاء الله اليوم شرحنا كيفية إنشاء الحساب وكيفية تفعيله وفي الحلقة القادمة راح نشرح كيفية طلب بطاقة باي سيرا من تطبيق باي سيرا وتوصلك حتى الجزائر خاوتي إذا نطلب منكم الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات والضغط على زر اللايك وإذا ما فهمتوش أي حاجة خاوتي أطلقوا لنا التعليق وراح نرد لكم في أقرب وقت إن شاء الله واشكر لكل من تابع الفيديو حتى النهايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته